السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعينا الشرقية للمواشي على اليوتيوب. حياكم الله جميعا اخواني. اليوم 20/1/2024 يعني متواجدين في سوق البقرة جنوب محافظة الحسكة اليوم السبت. طبعا شباب راح ناخذ لكم اسعار المعز. يسألون الشباب عن المعز والحليب، طبعا هذا صار وقت المعز وصار وقت الحليب، لانه يعني القنم الناس يعني قنامة تونا تولد وناس مولدة طبعا، والمعز حليبه دائما أكثر من حليب الغنم ما شاء الله تبارك الله. شنو هاي حسون؟ هاي عين اليوم خلتها وراها أسخرة وجدل وراك. ما شاء الله الصلاة على محمد ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على محمد كيفك وغزال؟ إيه نعم ما شاء الله عليها. 5.5 صارت. شنو سنعها حسون؟ فتة صارت 5.5؟ 3 بطون وراها. 3 بطون وراها هذا النيتش اللي وراها مو؟ صخرة وجدي مو؟ هاي صخرة هاي. هذا جدي. هذا جدي وصخرة. 5,500,000 بس. ما شاء الله تبارك الله. وهاي خالي إيه هاي؟ نفسها. السعر؟ 3.5؟ ما شاء الله عليها. الصلاة على محمد. شنو سنة حسون هاي؟ هاي أكبر هاي. أكبر شوي. 5 بطون. أيوة تماماً. أما زاد حليب أكثر. ما شاء الله. جدي وصخرة زاد خم؟ إيه. جدي وصخرة. جدي وصخرة. ما شاء الله. هذا النهين؟ فرداوي فرداوي. 4.5 4.5 1-1. شوف حسون شوف لي سنون بالله. زاد. أهم شيء سنون مشان المشاهدين ومتابعين. هاي والله هاي كبيرة. 9 بطون. هاي خجلتنا قدام المشاهدين. ما شاء الله تبارك. حليب هاي. حسون المعز ما يهمه المهم يحلب. يعني جد ما يهمه مو مثل الغنم يعني العز وجهه متين حيل. هاي فتية هاي. اي نعم. المهم بها. زين زين ما شاء الله كله حليب. وحليب نعم. جدي جدي خالي وين ال؟ جداية وهذا حسون هذا انت معناته كذا. هذا الربع كذول. جدي جدي. جداية ما شاء الله تبارك الله. يعني المعز الشباب من 4.5 حسون؟ المعز من 3.5 ل5. المولد. حسب نوعه وشكله. ولا لا بي اكثر من 5.5 انا شفت بي اكثر. زين تصل 6-7 ايوه. بلاي ستيشن باعت ب 1000 دولار وشرح. صحيح ايه حسب دولار. حسب النوعية وحسب اي نعم. هاي 5.5 5.5 ما شاء الله عليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ضرة ما شاء الله عليها. وراها فطيمة ما شاء الله تبارك. الصلاة على محمد. الصلاة على محمد. زعتر ما نشتري منه حليب. حليب مباشر على الخاطر. اللهم صل على محمد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. 5.5 الطلب عليها لسه ما صار بها دفع. وراها فطيمة. ما شاء الله. الخرفان ذلنا يا شباب. 4-7 خرفان الدفع به 1,500,000 واقف علينا حسون الدلال هذيه جاي يطلب عليه ما اعرف شو يطلب عليه. ايش قاعد تطلب عليه ابو حماد؟ ايش قاعد تطلب عليه؟ 28. خوش كلام. ايه اسمعك اسمعك حسون. 25. ايه 25. الطلب 28 يا شباب. 1,800,000 والدفع 1,500,000. ما شاء الله تبارك الله. 4,500,000 الدنيا الصبح يا شباب. ايش وراها ابو احمد؟ وراها والله ما شفنا. حجر شلون تساوم عليهم؟ سخيلات سخيلات ولا؟ شنو وراها؟ جدي وسخرة. جدي وسخرة ما شاء الله تبارك. شنو سنة ابو احمد؟ 4.5 بس يا ابو احمد 4.5 سجلها ما بعناها. ترى 50 اقول لك 500 وانا اشوف 50. انا شفتيه يا شباب 4 بطول. ليش؟ ها؟ ليش؟ 4,600,000 شباب وراها جدي وصخرة. يلا يلا 47 قبل ما غير رايه. هو ذا باع حليب بالغلط. صخرة جدي مو؟ اي صخرة جدي. 47 يلا فارس النور. ابو عبود ابو عبود 46 ابو عبود هنا هنا قول ابو عبود جدي وسخله 47 يا واحنا بس 47 يلا شكل حالك يلا ابو يلا صارت 47 يلا 47 يا باش عمار ما شاء الله يا طيب 47 شوف 4,700,000 سادة العنز شوف صارت 5,200,000 طبعا الصبح شكل وبس يحمل السوق شكل 5,200,000 عندك شيء رياضة بيعها بس في المزاد بيعها وراها جدي وصخلة هذا 5,200,000 ما شاء الله 5,200,000 5,200,000 سنها 3 بطون 4 بطون
عندك شيء؟ رانز ما يهم يعني، 5.6 بكم ما يهم. مو مثل الحاجة يعني؟ قول لي ب 10,000 عيب. 10,000 فلوس يا زلمة. خلاص 210,000. إيه؟ 10,000. 5 ملايين و210. 5 و210. 5 ملايين و210. عندك شيء حسين؟ 5 و210. 5 و210. 5 ملايين و210,000. 10,000 50 عليك 200,000 250 300 هزم رياض هزم 300 ريال وين راح؟ انهزم رياض انهزم انهزم رياض. عندك شيء؟ عندك شيء ابو احمد؟ 5 ملايين 300 5 و300 5 ملايين وين دحوا؟ حرجوا بيع حرجوا بيع دحوا 5 ملايين. حد عنده شيء ما انت الله يا شباب؟ حد عنده شيء يا شباب؟ صلاة محمد عليكم. حد عنده شيء؟ هذا الدين فوق ربنا الله يرزقه. بعد 5 ملايين 300 قرر ولا ما قرر لسه؟ جدي وسخله كيف حالك؟ كيف هاي بعناه ب 400 الله يرزقك يلا روح بعناه ب 400 5 و400 ركز ركز عليها يا قرر تستاهل على الخضابه. 5 ملايين و400 سوري وراها الجريال يا شباب الله 5 ملايين 5 ملايين صارت 5 ملايين عنز طيبه ان شاء الله بالنسبة للسنة سنة فتية إن شاء الله 4-5 طول سنة هاي هي وهذا الجد 5 ملايين كيف هذا عنده شيء أمن وبيع إيه؟ الخمسة على منو الخمسة على الحد إيه اترك يدرس رجال عادي هذا عنده شيء هذا أصول البيع يعني عندك شيء إيه الله يريد يزوج طلال الله يرزقه وي على هالصبح الله يرزقك طلال بيع الله يرزقك قول الله بدل شوي كيف بدل شوي كيف 15 راجع لك راعي فطاي مراد يا شباب دفع بيها 1,850,000 ما تخرب زحارك ويريد 1,900,000 يا نعم ابراهيم والله بس راجع لك راعي والله عليها والله عليها يا اخي ما زروه مبيوع الفطاي بس ايه هاي واحد 19 صار ياخذ الله يبارك له الله يبارك له ما بدا كل شيء علي يا اخوك الله يرزقه يلا بعد 1,900,000 ما شاء الله تبارك الله طيب ورادي اللهم صل على محمد 1,900,000 1,900,000 والبيع منصله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد توجه للورديه فطيمه الورديه افضل اليوم ما شاء الله تبارك الله هذا نص طيب عند ابو احمد اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله سجل ابو سجل البائع علي علي الرديني ايوه اليوم 900 سوم على الفطاير 900 ثلاثه ابو ثلاثه عندكم شيء هاي فطيمه وزن اثنين يا شباب 1,900,000 الوحده 900 ما بعد قلت لك ابو عبود يلا ابو عبود يلا ما زالك ما زالك محمي يا ابو عبود قول خير سين خير اي نعم والله خير زينه زينه ابو عبود زينه مترز خلاص مترز مترز قول خير مترز والله خير للجميع قول خير خير حط لك سكر والله يا اخي بس قول خير هذا 20 20 مليونين مليونين فطايب يا شباب الوحده طبعا 5 ملايين 500 شباب ما شاء الله 5 ملايين و500 5 ملايين و500 5 ملايين و500 شنو وراء خروف ولا فطيب خروف ها خروف 5 ملايين و500 هاي بس تبعيها بعد خروف 5 ملايين و500 5 ملايين 5 ملايين و500 ما شاء الله 5 و500 5 و500 وراء خروف يا بان 600 على منه 600 على منه 600 على منه 50 روح 50 يا ابو 600 خوالك يا ولد خوالك يا ولد 5 ملايين 550 شوف وراها خالص 600 على من يا شباب 50 على 600 صارت 600 هين 600 50 50 على منه يقول لك الا ربع 50 صارت يا ابو 50 700 700 800 يقول لك 800 صارت يا ابو ايه 50 هنا جاي جاي هذا بثمن جاي 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 وين راح هذا حطيتك مثل الرجال حطيتك مثل الرجال والله ما بحر كلمة واحدة والله يدفعون يدفعون 7 ملايين بيعك 6 ملايين بيع ما بيحر والله 5 ولا بيع ما قلنا قلنا يلا ما لنا شغل من المزاد احنا واذا كل واحد يدفع على كيفه ما لنا شغل احنا نعم يلا صنع النبي يلا صنع النبي يا اخي ألف يا بابا
50,000 يابا. من 150 900 بقى 300,000 يابا. 5,900,000 السكر ما في الله يبارك له. 5,900 صار. 5,900 ما عندك. مليونين و100 ألف ما شاء الله تبارك الله ما لحقنا ما زادنا شباب. دراقير نباع عن مليونين و100 ما شاء الله تبارك الله. الوحدة مليونين و100 ألف. حاول نلحق المزاد وما لحقنا اللهم صل على محمد. 24.25 مزاد على الخفاين شباب ما شاء الله. 3 ابراهيم 4 3 24.25 مليونين و425 هذا الخفاين شباب. هذا واحد وهذا اثنين. 50 هذا الشراي وهذا الدلال. 50 ما شاء الله قال لي 50. دنيا الصبح يا شباب ترى الدنيا الصبح اللهم صل على النبي. يعني السوق من الصبح يعني صورتكم من الصبح وشوي بس يحمس السوق بصوركم تقريبا نهايه السوق اذا نصور نص خالي نص ونص مشكله ونص 450 450 مليونين 450 شو وين وصلنا زادنا 55 ايه 55 500 صارن بس صار 25 مليونين 500 زاد جاتهم 5 طايشه 5 مليونين و505 ايه تمام لاعب 25 30 نص ايه لا ولا تغلق عرق 50 مليونين و505 50 ما شاء الله تبارك الله 50 هذا الخطان شباب والله ما شاء الله شباب يقولون ما تركز على حلال تركز على حلال مظبوط يعني بأكثر من التركيز يعني 60 يا حلوين ما شاء الله تبارك الله 60 يا حلوين الله يرزق الجميع رزق من رب العالمين شان من الله يرزق الله يبارك كله مليونين و 560 ما بعد